تحت شعار أنتم الإذاعة، والذي يدعو لإشراك الجمهور بالبرامج الإذاعية على نحو أكبر. مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي شاركوا أمس احتفال منظمة الأمم المتحدة اليونسكو بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، بعد أن أقرت يوم 13 من فبراير في كل عام للاحتفاء بدور الإذاعة عالميا، فتحت هاشتاجات عدة عربية وغربية هنأ المغردون إذاعة سلطنة عمان لاختيارها من قبل اليونسكو كمحطة إقليمية للاحتفال بهذا اليوم. وعبر حساباتهم الرسمية على موقع تويتر هنأت كل من منظمة الأمم المتحدة واليونسكو جميع العاملين في المجال الإذاعي بدورهم. تداول المغردون انفوغرافا توضيحيا لمراحل تطوير الإذاعة عبر التاريخ، إضافة إلى معلومات لعلماء كان لهم الفضل في اكتشاف واختراع الراديو مثل العالم ماكسويل وماركوني. المغردون هنأوا جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي، مؤكدين أنهم كانوا وما زالوا عنوانا للهوية بأصواتهم العذبة، مشيدين بدور الإذاعة التي تعد المنبر الوحيد والرسالة الصوتية لمعرفة أخبار الأمم والشعوب والكثير من المعارف والفنون.